تعلم ثم تكلم. علم الله عز وجل أن في عباده من لا يطيع، ومن ثم فلسوف يكون عاقبته النكال. علم الله عز وجل أن في عباده من يمارسون الإلحاد إلى آخر ما هنالك. ألم يكن الأفضل أن لا يخلق هذه الخليقة؟ بسم الله. ما الجواب؟ هنا قبل الجواب أيها الإخوة أريد أن ألفت النظر إلى شيء. هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال بل يسيرون في سلسلة أسئلة لا تنتهي، يسألون عن علة الخلق وعن علة العلة وعن علة علة العلة إلى آخر ما هنالك. منطلق سؤالهم غباء عجيب جدا، هو أنهم يقيسون الخالق وهو الله عز وجل على المخلوق، أي على بني البشر. نحن البشر عندما نريد أن نحقق هدفا لأنفسنا لا نستطيع أن نحققه إلا بسلسلة من الوسائل والوسائط، وهذا مظهر ضعف الإنسان وعجزه. هذا شأن الإنسان، ولذلك كان لابد للإنسان عندما يمارس عملا من الأعمال أن تكون هنالك علة تدفعه إلى هذا العمل. لهذا السبب الذي أقوله لكم، مررت بصاحبك رأيته يحفر الأرض، شيء طبيعي أن تقول له لماذا تفعل ذلك؟ ما علة هذا العمل؟ قال والله أريد أن أحفر من بئرا من أجل أن يخرج ماء، من أجل أن أسقي بستاني. كيف؟ طيب، لكن لو قال لك هذا الإنسان والله أنا هكذا أفعل، ليس هنالك أي دافع لي إلى هذا، ننسبه لا شك إلى الحمق، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأننا نعلم أن الإنسان عاجز عن تحقيق أهدافه البعيدة، لا يصل إليها إلا بمجموعة وسائل. فشيء شاذ أن يقول لك زيد من الناس أنا أحفر الأرض لا لي سبب، أنا أقرأ هذا الكتاب بدون غاية أهدف إليها، أنا أحضر المحاضرة الفلانية وليس لي أي هدف من وراء ذلك. هذا نوع من الغباء. لماذا؟ لأن الإنسان معلوم أنه لا يفعل شيئا إلا لهدف، وذلك لعجزه. فهؤلاء الذين يسألون هذا السؤال من الغباء، بحيث أنهم يقيسون الله على أنفسهم. أليس الإنسان عندما يعكف على عمل من الأعمال لابد أن يكون عمله لعلة؟ إذن ربنا كذلك، عندما خلق الإنسان لازم يكون في عنده علة دفعته لهذا الخلق، عندما خلق السماوات لازم يكون في علة دفعته إلى خلق النجوم والشمس والقمر، قياساً لله على الإنسان. هل هذا القياس صحيح؟ لا. ربنا عز وجل لا يحتاج إلى وسائط يتوسط بها للوصول إلى ما يريد. عندما يشاء شيئا إنما أمره أن يقول له كن فيكون. نعم، إذن هذا السؤال غير وارد. لماذا خلق الله الإنسان؟ كأنه سائل يعني يتصور أنه ربنا عز وجل له غاية، وغايته لا تتحقق إلا بواسطة خلقه للإنسان، فلما خلق الإنسان لازم نسأله لربنا، مثل ما سألنا الفلاح ليش عم يحفر الأرض، نسأله يا رب لماذا خلقت الإنسان؟ ما هدفك من وراء خلقه خلقك له؟ نعم، السؤال غلط. العلة الغائية لا ترد في حق الله سبحانه وتعالى،